السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا حبيبي يا رسول الله، كما صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم كما قلت لكم راني نفرغ في الشمرة تاعي ونجدد فيها وكل شيء بأقل الإمكانيات. المهم أنا شوفه لاش ما شريت الشمبرة حاليا، المهم نتخلص من هذه الكركبة اللي راني فيها، لأنه خلاص كما نقول احنا تكسرات فريكات تنصلات درا كذا، ما عادش يصلح فيها. وزاد الفترة هذه استغل والدي سيفو كما تعرفوا الألعاب تاعو، حطهم كل في هذا السرير وهاو يلعب هاو يلعب هاو يلعب ويفركس. والمهم وفيه الباركو، المشكل هو انه فيه شمرة فيها مفتوح لها الباركو، هو كان باركو ونغلفته ودرت فيه بلاكارات، والمشكل انه تحول الى قش تاع الزوج تاعي تاع البناء وتاع الحوايج هذيك. المهم واش نقول لكم، كي خليتها انا اهملتها اني نفرغ فيها وكل شيء، اجتمعت فيها الغبرة اجتمعت فيها كذا، لاني خلاص اني نفتح فيها كسرت الكوافاز تكسرت نصلتها طاب دنوي كذا. المهم كل يوم هكا نغسل الحوايج هكا اللي كنا كما نقولوا حنا تاع راجلي، خلاص قال لي ما عادش نلبسهم وكل شيء، قلت نغسلهم ونشوف كش ما نمدهم ولا كش ما على باليش انا. المهم ننظف فيهم ونخلي فيهم نديرهم في كابا اكوتي، نظفتهم وكذا وطبقتهم واستكيتهم، ومن بعد رجعت للكارثه. شفت الجبل هذا كامل تاع الالعاب، وماشي الالعاب الكبيره الالعاب الكبيره وعنده سله معبيه للنوسات والحوايج هذيك والبوكلات والكاميوات والحوايج هذو تاع الصغار، هذوك الموتيفات الصغار والقطع الصغيره اللي تركبت على المكعبات، وكان جاو غير الحجم تاعهم كبير، جاو الحجم تاعهم صغير 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 هكا. هو صح يتعلم انه يركب وكذا. شوفوا نعت لكم قلت لكم مثال دائره، نعلمو هذه دائره، هذا قلب، هذا كذا، عدت حتى الحوايج تاع الكاطو طوابع تاع الكاطو طوابع تاع الكاطو تاعي، عدت نقول له هذا قلب هذه دائره وحكمهم عنده، استولى عليهم ولا تاوعكم. شوفوا لا هي بارك الالوان، هي صح كركبه وكذا، بصح من ناحيه اخرى راهي يستفاد على الكيف ويلعب. هذا هو المفيد كما نقولوا حنا. كاين حوايج خلاص تكسر وكذا طيشتهم، وكاين حوايج حتى من حوايج تاع بابا مثال امبا هكا ينحلو منها مثال الباتري تاعها ولا كذا يعطي يلعب بيها. حوايج بزاف هكا من الدار، من حوايج تفسد كذا نحولو هكا الحوايج تاع اللي قادر دونجي ولا حاجه ما نخلوش. تقول حنا نقولو برويطه هذه تاع البني شاريها له بابا يلعب بيها تاع البلاستيك، وتنحط فيها الحوايج بك حذايا اللي حنرميها، وجبت كابة هيك مقطعة وكل شيء ثاني حنرميها حطيت فيها اللعب، ومن بعد فرغتهم في السلة تاعو. المهم هاني بالعقل بالعقل، واش راكم توحشتكم ماك. المهم كتفرجوا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. انا الشمبرة هذه حنرجعها الشمبرة تاع وليدي، يعني بويسك فيها البالكو وكذا، يعني نحطلو فيها اللعب نحطلو فيها حوايج ونحطلو فيها كذا، وصغيرة اصغر من الاخرى، والاخرى تاع القعاد هذيك حنديرها شمبرتي. وقلت انا مادام راني نلم الدور وعلى الدور وقتي صعب وكذا، نفكر نشري شمبرا. ومن بعد قلت حاليا الواحد يلم يدير ارض ولا كذا نكلع. هذه الشمبرا حنديرها تاع وليدي، واش رايكم؟ شوفوا قلت لكم تنجرت وكذا لانه قديمه، وانا اللي بنترتها هذه الغوز هذه، يعني انا اللي بنترتها كي جينا داخلين حنا اللي بنترناها. بصح وشنو حنا قلت لكم حضانة الدار كانوا يبنوا فيها، والخبيط الخبيط الخبيط وما يركبش مغشوشه مهما تبنتر تتجلف تتجلف. هذه نديرها تاع وليدي، والاخرى نديرها تاعينا، وبالك الخزانه هذيك تاع وليدي بالك الكبيره هذيك نديرها ونشري غير السرير وطاب دنوي وكوافاز وخلاص تنفرج ربي يعني. المهم عمليه لان حاجه عمليه. المهم هنا رجعت لكم للصالون وقلت انا هي نمسحهم، بعد لقيت خيجة البارح كل يوم ماشي غير البارح، عندنا سمانة كل يوم كل يوم يزف علينا الغبار هذاك في الليل يصفر عليك. انا كل يوم نسيق، درت الميناج الكبير هذاك اللي جا من بعد الغبار الكبير هذاك، يعني درت من جينا من البحر درت الميناج الكبير، بس هذا كل يوم نلقى كيما هيك الرمولات هذه وكذا، لازم نمسحها ندير الصابون وهيكا وكذا جافير، ونعود نمسح 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 صليب وكذا ونرغيك. ساعات نمسح برك ساعات تنفض ساعات سونسيا ما نخليش الرمل هذه على الشارع، ما قدرتش نفتحها ويسكن الرجال حذايا نسمع فيهم غير هنا بالطاقة، ما قدرتش نفتحها. كون جات قايلة ولا حاجة نفتحها ونكب عليها الما نورمال، بصح قاعدو الرجال واقفين حشمت يعني عيب.
بعد قفلتها ومن بعد بدلت الديكور تاع الصالون شويه، استفتم كل حدا بعضهم وبدلت بلاصه الطابله، بويسك بقى ما كانش يعني هكا اللي حيجينا. هذا هو الميكرو اللي حنبيعوه، ها ورا حطيته للبيع وخلاص، جاتني عروض عليه. المهم عطوني السومه باك نتوما اللي عندها وكذا، وما فهمت تعامل يعني طا ميكرو بلينيتي تاعو بالليكرون تاعو بالطابله شحال راهو يتباع هكاك. المهم خليت غير الزربيه ما فرشتهاش، كنت نكمل تاكل. هذه هي. المهم تعبت، واش نقول لكم، هو بني يقول لي ماما نشف معاك، ماما نشف معاك، يا ودي خلي خلي، ويقول لي لا نشف. نقول لهم ديروا لايك لماما. يا ان شاء الله تكونوا تحبوا برك ساعه ساعه ندير لكم هكا حاجه واقعيه، فيديو واقعي، فيديو تحفيزي تشجيعي، باللي راني كي نفرغ هذه انا كي عدت نفرغ في الشمبره، شي شرط لازم نعد لكم بصح وشي، قلت انا باش نعد لكم باللي راه باقل الامكانيات نقدروا نجدوا نقدروا كذا. وانا تحايلت برك الشمبره تاع وليدي نديرها شمبرتي والشمبره، لانه فيها الخزانه وراكبه وخلاص ما كان لها نصلها ونبدلها، وشمبره تاع وليدي كش ما نشري له سرير ولا حاجه وحتى يفرج ربي. هذه التريده جا وقت العشاء، كنت العشيه هذيك جا وقت العشاء، درت التريده جاب لي راجلي تريده وعندي فخذ تاع دجاج، قلت علاش لا ما نديرش تريده، يلا نديرو تريده باقل الامكانيات. ما عنديش الحمص، والله ما نكذب عليكم ما عنديش الحمص، ما عنديش البيض، بصح درتها هكاك يلا وفورتها، بديت نفور فيها، والبطاطا باش نقليها ونحطها من فوق، والاخر واللحم ولا صوص درتو حمر نورمال، ومن بعد جمرتها وحطيتها في الصحونه ورحمه ربي تعشينا والله العظيم غير على الكيف. هاني كي كنت ناصبه هنا في المغرب، كي كنت ناصبه وليدي هاو يلعب وراجلي هاو يتفرج. المهم واش حنقول لكم، ما تنساوش اذا وصلتوا هنا ما تنساوش اللايك، اللي مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس للكل. وهنا ها هي طابت وخلاص، باش نحط بق بالصحونه وخلاص، وجمرتها وصاي، وكنت نقلي في اللحم والبطاطا قليتها نورمال وخلاص، مع انها هي ماهيش تقليه بصح نقليتها وخلاص، والحمد لله وجات بنينه 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 وخفيفه. تقولوا طن تاكلوا ما تشبعوش، شهيتكم في الجنه وبصحتكم، وديروها نورمال. ها ولا صوص يا وليدي، هي ديروها ان شاء الله يديروها. اللحم انا راجلي لازم نقليه، لازم نقليه من جهه يعني ما ندلوش جهتين بصح من جهه لازم نقليه، على يحبوش تقمع ونشوف كيما هكا في الطبقه هذه المقرمشه شا هذه الحمراء هذه والجلده كما لازم. المهم هذا هو عشانا وهذا هو روتيني تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وتتفاعلوا في الفيديو ان شاء الله. وقسمته هنا شوي شوي، وصحن تاع وليدي يعني ما صورتوش. هذا مكان، سلام.